أنا القاضي بكر عبد الله حسن، مصري الجنسية، مستشار المكتب الفني بالنيابة العامة بدبي، بشارك لأول مرة في مؤتمر الأنتربول الذي عقد في الكويت في الفترة من 1 إلى 3. احنا النهاردة في اليوم الثالث والأخير. في الحقيقة العنوان المؤتمر كان عن الملكية الفكرية. أبهرني اختيار فريق الأنتربول للموضوعات اللي في المؤتمر، تم اختيارها بدقة شديدة جدا. كان هناك تفاعل بين الحاضرين وبين جميع الخبراء الذين قالوا بالأحاديث، وأنا لا أخص بالذكر الحلقة اللي كانت خاصة بي فيما يتعلق بتسليم المجرمين والمساعدات المتبادلة القانونية، ولكن كان هناك استفادة كبيرة في كل الحلقات، وأخص بالذكر الحلقة الخاصة بتقليد الأدوات الطبية والأدوية، لأنها بتظهر كم هي ماسة بحياة البشر، وده أهم شيء طبعا حياة البشر. وفي الحقيقة أنا بأشكر الأنتربول وبأشكر وزارة الداخلية الكويت، أنتربول الكويت، على حسن الاستضافة وعلى حسن التنظيم، وأنا سعيد بهذه المشاركة، وأتمنى أن يكون إن شاء الله في مشاركات قادمة بإذن الله.